هذا ويعد معرض البحرين للإنتاج الحيواني مراعي الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط المتخصص في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، حيث يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي. أربع نسخ متميزة لمعرض مراعي انطلقت في عام 2010 تحت رعاية جلالة الملك المفدى، وحققت إقبالا جماهيريا منقطع النظير، حتى بات يشكل حدثا علميا استثماريا تقنيا ترفيهيا متخصصا في مجال الإنتاج الحيواني، واضعا مملكة البحرين على الخارطة العالمية لهذه المعارض المتخصصة، ومعززا دورها الريادي في هذا المجال. تاريخ هذا المعرض بدأها حكام البحرين عبر التاريخ حفاظا على موروثنا الحاضر، وتحديدا في خمسينيات القرن الماضي رغبة من الأمير الراحل طيب الله ثراه بتعريف الجيل الحالي والمستقبلي بالفروسية والخيل العربي، فتم نقل هذه التجربة من خلال المعرض الزراعي والحيواني الذي أقيم في ذلك الوقت. وبعد سنوات عديدة أحيا هذه الفكرة جلالة الملك المفدى في الألفية الحالية لتحقق نجاح باهر، وها نحن اليوم نترقب إطلاقة النسخة الخامسة لمعرض مراعي بأفكار متميزة وفعاليات ترفيهية متنوعة. بالنسبة للعروض الحيوانية بتكون أكثريتها حقيقة إنتاج محلي وسلالات المختلفة، لكن هناك بتكون فعاليات وفقرات خاصة بالأسرة والعائلات والأطفال، مثل ناشيونال جيوغرافي بتكون موجودة. هذه السنة إضافة جديدة في ثلاثة أقسام ما كانت موجودة في السابق، راح يكون فيها الكناري اللي هو نادي البحرين للكناري، راح نستضيفه في مراعي، وأيضا اللي هو القسم انفرد لحاله اللي هو قسم الباجي أو الباجيكار. القسم الثالث وهو لأول مرة يشارك وراح يكون هو انطلاقته راح تكون من مراعي، وهو قسم الفانسي تشيكن أو ما يسمى بدجاج الزينة، وهي رابطة راح تعلن ويعني انطلاقها من مراعي 5/2019. معرض متميز يجمع بين أروقته الكثير من الخبرات في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، على اعتبار أنه الحدث الأبرز في هذا المجال الذي يجمع بين التقنية والاستثمار والترفيه. مراعي معرض متكامل يحاكي شغف الزوار بما يقدمه من فعاليات متنوعة وعروض حية محلية وخارجية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.